لم يبلغ الفتح. روي عن سيد الشهداء عليه السلام أنه قال في رسالة إلى بني هاشم: أما بعد، فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. فما معنى الفتح؟ الفتح مصطلح قرآني يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود بالفتح هنا بحسب الروايات صلح الحديبية، وعلى روايات أخرى أنها فتح مكة، وروايات صلح الحديبية أوضح وأكثر. أما الفتح في عاشوراء بمعنى أن يوجد فجوة في أي مضيق، أي أن المتخلف عن عاشوراء عندما تواجهه مشكلة لا يستطيع فتح المغاليق، وبالتالي من تخلف عنا ليس من بني هاشم، بل من تخلف عنا مطلقا. فالإنسان بين خيارين، بين امتلاكه روح عاشورائية كربلائية سقفها الشهادة في سبيل الله، أو أن يتخلف عن طلب الشهادة، وبالتالي لن يملك السلاح الذي يفتح فيه الموانع التي تواجهه. وهذا الفتح أساسه تاريخي. النبي ولد في عام الفيل، وفي هذا العام توجد حادثة طير الأبابيل. ففي هذا البلد المؤمن بالله والمشرك به لعبادته للأصنام، ومع هذا الشرك والتخلف والجاهلية، إلا أنه فتح أبواب الغيب بإعجاز وأرسل الطيور لحماية بيت التوحيد. وهذا أوجد في الوجدان العربي أن هذا البيت بلغ حدا من القداسة ألا أحد يدخله عنوة إلا يأتيه غضب من السماء. هذا فتح أبواب الغيب الممهد للنبي. فالنبي عندما أراد الدخول إلى مكة كان القرشيون يتوقعون إلى اللحظة الأخيرة أن النبي لم يرسل من السماء، وإن كان ليس رسولا فيجب أن تأتي طيور أبابيل ترمي جيشه. وبما أن العكس حصل تماما كان الفتح بهذا المعنى، فلم يعد للخصم أي داع نفسي للتكذيب، فاستسلم الجميع لدعوة النبي. هذا فتح رسالي. الإمام الحسين عليه السلام لديه هذا النوع من الفتح، الفتح الرسالي، هو الذي يستطيع أن يخترق الزمن، يخترق حجب الانشغال بالدنيا، يخترق التلوثات النفسية والروحية والثقافية من خلال حرارة الحزن، من خلال الوجدان والعاطفة المتدفقة ليوصل الرسالة. فهذا فتح حسيني. خلاصة ما تقدم من معاني الفتح: أولاً، الفتح بمعنى فتح القلوب. ثانياً، الفتح بمعنى فتح المغاليق والموانع بثقافة العاشورائية. ثالثاً، اختراق الموانع الزمانية والثقافية والنفسية والروحية بإيصال الرسالة الإلهية. رزقنا الله فتح القلوب وعصمتها من الزيغ، ورزقنا فتح المغاليق التي تواجهنا، ووفقنا لاختراق الموانع لنكون عاشورائيين حسينيين. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.